وطني الحبيب وهل أحب سواه من الموسيقى ومن الفن إلى أين؟ إلى الشعر، المفردة، اللغة، القصيدة، هذا الكائن الحاضر دائما في كل مناسباتنا وفي كل أفراحنا وفي كل أمجادنا وفي كل نجاحاتنا. والوطن هو دائما القصيدة الخضراء الأجمل التي تتغنى بها أرواح الشعراء. لذلك معنا في هذه اللحظات الشاعر ناصر القرني. ناصر حياك الله. الله يحفظك. وطننا بخير. قبل ما نبدأ معك أي سؤال ولا أي عبارات، نبغى قصيدة على طول. بالأيادي بالأيادي. هات سمعنا. غزل في الوطن على طريقة الشاعر. ما أحلى من غزل. يلا. مرابع دارنا ليلة وحنا كلنا عشاق، تلبس كل عاشق دونها محزم وجنبيه، شروق المملكة عانق غروبه وارسل الأشواق، وسعد صدر الشمال يحن للدار الجنوبية. نعم لحمة وطن بنيت على عز وعلى ميثاق، توحد صفنا وارتز والراية سعودية، نهيم بعشقها ونحب قادتها من الأعماق، ونتبادل شعور بالمحبة ما خلق زيه. ومرابع دارنا ليلة وحنا كلنا عشاق، تلبس كل عاشق دونها محزم وجنبيه. سلامتكم وسلامه الوطن. صح لسانك. صحه الدعم. طيب استاذ ناصر، كشاعر ايش تمثل لك هذه المناسبه؟ من الصعب على الشاعر وعلى المتكلم من وهبه الله وهبه الكلام والفصاحه امثالكم، من الصعب على الفلاسفه التعبير عن مثل هالمناسبه في مثل هذا الوقت. لا شك أنه في بلد مترامي الأطراف بعيد المدى في كل اتجاه، في عمقه الاستراتيجي الاجتماعي الثقافي، ثقله العالمي، بلد السلام، ينشر السلام، ما دعس الشاعر أن يقول أو حتى الفيلسوف والكاتب في هذا الوطن، ولكن نكتفي من القلادة ما حط بالعنق. يعني عظيم. اليوم في المناسبات الوطنية الشعراء العاميين، الشعراء الفصحى، كل الشعراء يكتبون. نعم. وبشكل مستمر مو بس في المناسبات. نعم. مع هذا التزاحم، إيش مواصفات القصيدة الوطنية اللي ممكن تكون مختلفة، ممكن تكون جديدة؟ عموما الجميع، من أجاد ومن لم يجد، من وصل ومن لم يصل، كلهم مجتهدين في هذا المضمار. المواصفات ما يبيلها كثر مواصفات كثر ما يبيلها مشاعر وزخم مشاعر، وعد سبك الكلام وحبكه هذه من الله سبحانه وتعالى، قد يوفق احدهم وقد لا يوفق، ولكن المشاعر واحده. كيف تشوف حضور القصيده الوطنيه اليوم على الساحه؟ حضور فاخر وقوي جدا جدا، مو يعني تحيز لنا كشاعر وذا، لكن الكاتب ابدع والشاعر ابدع والمتحدث ابدع وانتم ابدعتم. استكمالا لسؤال اودي، حضور فاخر، اذا قارناه بالمراحل السابقه كيف تشوفه كشاعر انت اليوم مطلع؟ والله انت في مرحله، انت في مرحله جديده، ف وعمر جديد للمملكه عزها الله، فكل شيء فيها جديد وكل شيء فيها حديث. الكلمة حديثة والمفردة مثلها والقصائد اختلفت. لك أعمال كثيرة تخص الوطن، وش أقرب عمل لك لنفسك؟ أقرب عمل، والله من الجنون أن يقول الشاعر عن قصيدة. شوف أنت من البداية وأنت قاعد تعطينا إجابات دبلوماسية. إيش أسوي، لابد من أنا قاعد أتكلم من 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 وجدان وجداني يعني بدون دبلوماسية، ولكن الطابع ربما يكون دبلوماسي يعني. لا بس لازم تجاوب أودي. يلا أقربها، عندك أعمال كثيرة. أقربها آخرها، سمعت البارح المصمك يقول بصوته المسموع، أنا جد الرياض ثياب عزي دايم جدادي، حكمني سيدي عبد العزيز ولد عني الروع، وسيدني على كل القصور
وثبت عمادي تحزم وانطلق مني تحزم وانطلق مني مراده يرأب المصدوعة وقامت ترعد رعود السعد وبروق الأعيادي وحدها من أقصاها إلى أقصاها بجبر وطوع بخيل ترتقص في المعركة وسيوف نحدادي. هذا مطلع القصيدة. جميل. هو مفروض ترى من الكنترول يقولوا لي سؤال أخير ونخلص، بس أنا بصراحة في حضرة الشعر عندي أسمع أجمل بكثير من أني أسأل. وش القصيدة اللي تختمنا فيها هذا اللقاء؟ قصيدة المصمك. يلا. نعم، لكن اسمحوا لي استعير القراءة يعني. كفاية أنه نسمعك ونطرب معك. الله يسعد قلبك. سمعت البارح المصمك يقول بصوته المسموع: أنا جد الرياض ثياب عزي دايم جدادي، حكمني سيدي عبد العزيز ولد عن الروع وسيدني على كل القصور وثبت عمادي تحيزم وانطلق مني مراده يرأب المصدوع وقامت ترعد رعود السعد وبروق الأعيادي وحدها من أقصاها إلى أقصاها بجبر وطوع بخيل ترتقص في المعركة وسيوف نحدادي ملاني خير واشبعني ونساني زمان الجوع نظم منظومة العز ورفع خفاق الأمجادي بسط هيبته ومفوذة وفجر في الثرى ينبوع وسادت ترثة معزي مقام التايه الغادي ونمت بليلة يضوي قمرها والعباد هجوع وقمت سيدي سلمان يلبس بردة سيادي تربع فوق عرش الحكم يشمخ راسه المرفوع بعزم همته همه وحزم ما هو بعادي ليطق بعصاته نجد فزل هيبته ميقوع ولشر بيده تصف الالوفه بجنب الاحادي وقاموا لي عهده يفتح الدور النجاح فروع برويته الحكيمة في مقام دوره ريادي بتر كف الفساد وزاد وسس للثرى مشروع وحقق كل ما يصبو إليه وغاض الأعادي قراره صامل ودرب منياته ما يعرف رجوع حكيم غطرف حلحيل حر وشهم وقيادي يضك الغاشم ويجتاز من عنه القلم مرفوع ليا شفته ذكرت معزي وقلت احد يا حادي حكومة راشدة وطياف شعب علولا مطبوع حشود تهتف وترفع بيارقها بلايادي يمن العالم وحشد البرايا خادع ومخدوع ترى الشعب السعودي عن مقام القادة إيفادي أنا المصمك زماني له دهر ما هو شهر واسبوع أعلم من جهل واستعرض التاريخ لأحفادي وهالجمع الغفير اللي على سلم الهدى مجموع تلاحم شعب يهتف للوطن ويغيظ حسادي وروح القاف واختامه ولب وزبدة الموضوع تعيش المملكة ويرف بيرق راية بلادي وسلامة رؤوسكم جميعا. صح لسانك الشاعر ناصر القرني. شكرا لوجودك معنا. شكرا لكم لكم. يعطيك العافيه. رشدي وعاشق عليكم. مشاهدينا اكيد مستمرين معاكم بعد الفاصل بهذه التغطيه من روتانا خليجيه.